السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انفجار في بغداد الآن في منطقة السيدية، تحديدا مكتب النائب عبد الكريم عطان الجبوري أو أحد مقرات حزب تقدم، حزب الحلبوسي. الاستهداف كان برمانات يدوية في منطقة السيدية، تحديدا مكتب النائب عبد الكريم عطان الجبوري، الكائن في شارع 40 منطقة السيدية. أضرار مادية ولا وجود لأي إصابات حاليا. مصدر مؤكد من القوات الأمنية. شكرا للمتابعة.